فكرة مجنونة وفريدة من نوعها احتضنتها العاصمة النمساوية فيينا. فالفكرة بتدور حول متحف مؤقت لعشاق السيلفي. ففي هذا المتحف بيستطيع مدمنو السيلفي التقاط صور أو صور سيلفي أو ذاتية بخلفيات مبتكرة وألوان زاهية. لكن اللي بيميزه عن غيره من المتاحف المخصصة للإنستغرام أنه بيوفر الصورة بدون فلتر، فهو بحسب القائمين عليه بيشجع الزوار على أنه يكونوا جزء من الفن. ولو عندكم فضول تعرفوا تكلفة دخوله، فهو حوالي 15 يورو للشخص الواحد، يعني تقريبا 61 ريال سعودي. وتتيح التذكرة التجول والتقاط الصور لمدة 90 دقيقة. ميزة جديدة أطلقتها إنستغرام في مجال التسوق الإلكتروني عبر منصتها Spark AR أو تقنية الواقع المعزز، تتيح للمستخدمين إمكانية تجربة المنتجات الجديدة قبل شرائها عبر المنصة. فمن خلال استخدام كاميرا الموبايل السيلفي يمكن للمستخدم أنه يجرب منتجات زي نظارات الشمس ومستحضرات التجميل ويشوف حتلاقي ملامح وجهه ولا لا، وبناء عليه حدد قراره بالشراء. كثير ما بنقرر التوقف عن استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، لكن إيش لو عرفنا أنه فيسبوك يسبب الاكتئاب؟ دراسة بحثية وصلت لأنه الاستغناء عن مواقع التواصل الاجتماعي بيقلل من الاكتئاب وبيجعلنا أكثر إنتاجية وكمان أفضل من ناحية التعامل مع الأخبار. فريق في جامعة بالإكوادور قام بدراسة على 1700 طالب تقريبا بيستعملوا موقع فيسبوك. الفريق قارن بين أنشطة الطلاب اللي تخلوا عن موقع التواصل الاجتماعي لفترة أسبوع وآخرين واصلوا استخدامه دمهم لفيسبوك. الباحثون وصلوا في النهاية إلى أنه فريق الطلاب اللي توقف عن زيارة فيسبوك أتمتعوا بإنتاجية أعلى وأعربوا عن تخلصهم من الشعور بالاكتئاب والإحباط، كما أنهم باتوا أكثر انخراطاً في أنشطة صحية. وبالإضافة إلى الآثار الصحية، فقد توصل الباحثون إلى أن المشاركين في الدراسة ممن أخذوا استراحة من فيسبوك استهلكوا أخباراً أقل.